إذن هذه إحداها، يقول يعني قصده التطليقة الثالثة هي النوع الأول من أنواع الطلاق البائن. النوع الثاني من أنواع الطلاق البائن التطليق قبل الدخول، لو يطلق طلقة واحدة قبل الدخول، تزوجها اليوم وحصل إشكال بينهم مثلا فطلقها، ما دخل بها ولا خلا بها ولا شيء، خلاص الآن انتهت، تعتبر بائن وتعتبر لا عدة لها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. خلاص هذه ما عليها عدة، اللي طلقت قبل أن يدخل بها لا عدة لها، وهي تطلق طلاقا بائنا، لابد من عقد جديد من أول يوم. نعم من أول يوم. نعم هذه الثانية من البوائن. الثالثة من البوائن إذا نكحت في نكاح فاسد، فهذه تعتبر إيش؟ الثالث من المطلقات البوائن من نكحت في نكاح فاسد، فهذه بمجرد يعني معرفة أن نكاحها فاسد تصبح مطلقة بائنة. الرابعة إذا كان على عوض، هذه أيضا بائنة، يعني المخالعة اللي قبل قليل قلنا المخالعة هذه بائن، الخلع يعتبر فسخ بائن لأنه لا يملك الرجل فيها الرجعة، لكن لو وافقت المرأة على إجراء عقد جديد لجاز ذلك، لجاز ذلك. نعم هذه بالنسبة للمطلقة البائن، وما ما سوى ذلك قال فهو إيش؟ رجعي، وما سوى ذلك فهو رجعي. نعم اقرأ.